السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد سوغ كيزاكو بوان كوم. غنشوف الحصة ديال اليوم كيفاش نحلو معادلة من الشكل AX زائد B كتساوي صفر في لونغاج سي. غنديرو واحد بشي بروغرام اللي نقدرو نحسبو به غنحلو به هاد المعادلات وداكشي سولون هاد لوشيما هدا اللي قدامكم. أول حاجة غنقراو نطلبو من البروغرام أنه يقرا لينا القيم ديال العددين A و B. تاني حاجة غنمشيو نشوفو واش A كتساوي صفر. إلا كانت A كتساوي صفر يعني وي غنمشيو نفيريفيو واش B كتساوي صفر. إلا كانت B كتساوي صفر فإن مجموعة الحلول هي R، وإلا كانت B ما كتساويش صفر فإن مجموعة الحلول هي المجموعة الفارغة، وفي الحالة ملي كتكون A كتخالف صفر فإن مجموعة الحلول كتكون هي ناقص B على A. أوكي، هاد لوشيما اللي كتشوفو قدامكم اون كيكو سورت بحال كتقول هو الالغوريتم دو ريزوليسيون ديال 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 ليكواسيون ا اكس بلس بي ايكال ا زيرو. انا البروغرام ديجا قديتو، نحاول نديرو لا كوريسبوندونس بين هاد الشيء اللي كتشوفو بين كيفاش كنديرو هادشي اون كود اون لونغاج سي. اول حاجه هنا كتبت واحد الميساج لو بروغرام بيرمي دو ريزودر اون ايكواسيون دو فورم ا اكس بلس بي ايكال ا زيرو في سيزير لي فالور دو ا. دونك انا كندير سكانيف A و سكانيف B باش ريكوبيري لي فالور، يعني هاد الانستركسيون الاولى ولا هاد العبارة الاولى خدمتها غير بسكانيف. دابا نشوفو كيفاش كنكتبو هاد الشرط. سي A يساوي صفر كنكتبو هنا if A ايكال ايكال صفر ايكال ايكال زيرو. دونك قلنا الا كان كيساوي صفر اش كنديرو من بعد؟ الا كانت وي كنشوفو واش B ايكال صفر. دونك هنا سي ا ايكال زيرو كنشوفو واش بي كتساوي صفر. الا كانت بي كتساوي صفر كنقولو اس كتساوي ار. دونك هنا غنجي نكتب لي برينت اف اس ايكال ار. ايلس ايلس يعني هي الحاله الاخرى، الحاله الا ما كانتش بي كتساوي صفر اس هي المجموعه الفارغه كنكتب اس تساوي لونسومبل دو فيد. هنا قلنا ا الا كانت كتساوي صفر كنديرو هاد التريتمون، تخالف صفر كنديرو هاد التريتمون، يعني ان هنا كتساوي صفر ها لو تريتمون اللي كنديرو داك تريتمون كيكون محصور بين هاد لي زاكولاد هادو. وكاو ما كانت لا هادي لا هادي برينت اف كندير ناقص بي على ا كنكتبها بحال هكا اس تساوي بورسنتاج اف فيرغول بين قوسين فلوت ناقص بي على ا. فلوت سي تادي دي ريال، حنا كنخدمو باعداد حقيقيه. اوكي نشوفو ديكزيكسيون ديال هادشي. كما قلنا كنبيلديو داز مزيان كنديرو ران شي كتب لينا هنا لو بروغرام بيرمي دو ريزودر اون كواسيون دو لا فورم تي شي كتب لي برينت قلت لي سلاش ان باش يهبط سطر او نقص سطر. عاوتاني قلت لي نقص سطر وكتب لي زيت ولا وكتبهم قلت لي نقص سطر او نقص سطر قلت لي في سي زيغ لي فالور دو ا وكتبهم ليا وقلت لي رجع سطر وكتب لي ا تساوي. انا مثلا ا نجربو الكا الاول. الكا الاول قلنا هو ان سولون الشيما اللي عندنا هنا هو ان مثلا ناخدو ا كيساوي صفر وبي كيساوي صفر ياك. يعني نرجع هنا ونكتب لي ا كيساوي صفر و بي كيساوي صفر يكتب لي مجموعة الحلول هي ار، يعني تبعنا الشيما هنا الا كان ا كيساوي صفر و بي كيساوي صفر اس تساوي ار. اوكي نعاودو لونسي ليكزيكسيون نشوفو الحالة الثانية. الحالة الثانية اش كتقول؟ كتقول ان ا يساوي صفر ولكن بي تخالف صفر. شنو نكتبو؟ نكتب لي ا يساوي صفر و بي يخالف صفر نعطي ستة مثلا كيكتب ليا اس هي لونسومبل فيد. والحاله الاخيره ملي كيكون عندنا ا كيخالف صفر اش كنكتبو؟ يعني اي قيمه عطيتها للبير كدوز، يعني ان انا نجي خصني غير نكتب ا كتخالف صفر. ا كتخالف صفر نعطيها سبعة و بي نكتب لي بغيت نعطيها مثلا جوج ثلاثة أربعة مثلا كيعطيني اس كتساوي هي ناقص 33.42581. دابا هكا كيما عندي معادله من الشكل ا اكس زائد بي نعطيه ا نعطيه بي كيعطيني الحل ديال المعادله ديالي. كنتمنى هاد استفدتوا معايا شويه في هاد الحصه هادي، ونضرب لكم موعد جديد وحصه اخرى سوركيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.